طبعا 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 طبعا. انا ما بغيتش نقول لك بان عندما تتكلم نائبه من نائبات ساكون مسرور مرتين دائما. شكرا سيد الرئيس، يسعدني ان اساهم باسم الفريق الاستقلالي لوحده وتعادليه في مناقشه 5 مشاريع قوانين تهم منح بعض الفلاحين اراضي فلاحيه او قابله للفلاحه من ملك الدوله الخاص، سن مقتضيات خاصه تتعلق باقتناء شركات المساهمه وشركات التوصيه بالاسهم عقارات الفلاحيه او قابله للفلاحه خارج الدوائر الحضاريه، حمايه النباتات، منتجات حمايه النباتات والمواد المخصبه ودعائم النباتات. هذه المشاريع القانونية التي تعامل معها الفريق الاستقلالي بكثير من الإيجابية، وهي تحمل انتظارات كبيرة لتحقيق نهضة فلاحية جديدة عبر تعزيز الرصيد العقاري الوطني الفلاحي. فبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، لابد من التذكير بأن هذا النص التشريعي سبقت إحالته أكثر من مرة على مجلس النواب، وتم تجميده بالنظر للصعوبات التي يطرحها من حيث ضرورة تدبيره على أساس قيم شفافية والنزاهة، بعيداً عن النهج الذي اعتمد خلال توزيع الأراضي الفلاحية في إطار سياسة المغرب سنة 1993. وهذا ما دفع الفريق إلى المطالبة بالتريث في مناقشة هذا المشروع في انتظار الحصول على دراسة للجدوى والآثار على ضوء تقييم دقيق للإصلاح الزراعي الذي على أساسه تم توزيع هذه الأراضي، بما يضمن خضوع عملية تفويت لدفتر تحملات يلزم الأطراف المعنية حتى تكون هذه العمليات مدخلاً لخلق طبقة فلاحية متوسطة، ما دام الأمر يتعلق برصيد عقاري وطني ينبغي استثماره لصالح التنمية الفلاحية وفي إطار إصلاح زراعي حقيقي يشكل مدخلا أساسيا لرفع من مستوى الإنتاج والمردودية وتحسين دخل الفلاحين وتحقيق الأمن الغذائي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد. كما ارتأى الفريق تأجيل البدء في هذا المشروع بالنظر للتزامن ذلك مع اقتراب استحقاقات الانتخابية المقبلة، وما قد يطرحه الموضوع من تساؤلات بشأن الأهداف المتوخاة من هذا النص التشريعي في هذا الوقت بالذات، حتى لا تتحول الأهداف الكبيرة لهذا المشروع إلى محطة أخرى لتكريس اقتصاد الريع والامتيازات واستغلال عمليات التوزيع لحسابات سياسية واستمالة الناخبين. وبخصوص المشروع القاضي بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات توصية بالأسهم لعقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضارية، فإننا نريده أن يكون إطاراً قانونياً لاستصلاح الأراضي القابلة للفلاحة بهدف استثمارها لصالح التنمية الفلاحية وخلق طبقة متوسطة قادرة على تتمين هذه الأراضي وإنعاش الأنشطة الاقتصادية ذات الامتداد الفلاحي وتعزيز الاقتصاد التضامني لما فيه خدمة التنمية القروية في شموليتها أرضاً وإنساناً، وتقوية روح المبادرة لدى الشباب القروي بالنظر للمؤهلات الفلاحية التي يتوفر عليها العالم القروي في تحقيق التنمية التي يتطلع إليها أبناء البادية. وحتى تحقق عملية الاقتناء هذه الأهداف المتوخاة منها، كان من المفروض اتخاذ إجراءات مواكبة تهم ميثاق الاستثمار الفلاحي وإعادة النظر في مضامينه بعدما أصبح متجاوزاً ولم يعد يستجيب لمتطلبات الاستثمار الفلاحي بأبعادها التنموية والاقتصادية والاجتماعية بعدما فشل مخطط المغرب الأخضر في دعم هذه الاستثمارات، خاصة بالنسبة للأراضي القابلة للفلاحة التي لا زالت في وضعية الإهمال والتهميش في غياب مخطط استعجالي لضمان الاستغلال الأفضل لهذه الأراضي. وتبقى النصوص التشريعية المتعلقة بحماية النباتات، منتجات حماية النباتات والمواد المخصبة ودعائم النباتات منظومة قانونية متكاملة تكتسي أهمية بالغة لكونها تهم تنظيم مجالات استراتيجية مرتبطة بتحديث القطاع الفلاحي والنباتي والغابوي، مرتبطة بتمكين المستهلك من الولوج إلى التغذية الآمنة وضمان سلامته الصحية، ومرتبطة بمكافحة الكائنات الضارة بما فيه الفيروسات والبكتيريا والفطريات والحشرات وغيرها من الآفات التي تضر بالأشجار المثمرة والنباتات، كما حصل مؤخرا الهندية اللي اضطرت كثيرا من الحشرة القرموزية.
غير أن هذه المقاربة القانونية تحتاج إلى تعزيز دور الوقاية والتدخل السريع والمراقبة القبلية والبعدية لمختلف سلاسل الإنتاج، مع الحرص على تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الأخير الذي وقف عند مجموعة من الاختلالات التي سجلها بالنسبة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك من خلال إجراء مراقبة دائمة وصارمة على السلسلة الغذائية الموجهة للسوق الداخلية على غرار المنتجات المعدة للتصدير ما دامت صحة المواطن فوق كل اعتبار ولا تقدر بثمن. وعليه وإيمانا منا في الفريق الاستقلالي بأهمية تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للفلاحة الوطنية وتجاوز الهشاشة القانونية للرصيد العقاري الفلاحي الوطني وبغية النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية للفلاحين، واعتبارا لأهمية النصوص المعروضة للدراسة والتصويت اليوم، فإننا نصوت بالإيجاب على مشاريع القوانين المعروضة. شكرا. شكرا سيدة النائبة.